فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن applications of acid-base disturbance. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الأربع أنواع of acid-base disturbance: respiratory acidosis وrespiratory alkalosis, metabolic acidosis وmetabolic alkalosis, واتكلمنا عن الأنايون جاب. النهاردة الفيديو ده مخصص لحل مسائل الأسيد بيز ديستربنس. الفيديو ده مهم جدا في حياتك العملية فيما بعد، تبقى دكتور بطن شاطر أو رعاية مركزة وتخدير شاطر. الموضوع في غاية الأهمية كلينيكال، وبيجي مسائل في امتحانات آخر السنة وشهادات المعادلة. في البداية البروبلم سولفينج محتاجة قواعد لازم تفهمها أولا، ثم نطبق على هذه القواعد. في البداية أنا بفكرك بمعادلة الهندرسون هاسلباخ، إن الـ pH يساوي pK زائد log salt على acid. المشكلة كلها في الريشيو ده، لأن الـ pK dissociation constant ثابت ما بيتغيرش، فلو اتغيرت الريشيو قلت، لو جمعتها على البي كي البي اتش هتقل عن 7.4، والعكس لو الريشيو زادت وجمعتها على البي كي هيعلى البي اتش عن 7.4. فالموضوع مبني على الاتش سي او 3 على بي سي او 2. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاحتمالات، لو زاد CO2 pressure انا هشك في اللنج، لان هي المسؤولة عن الهايبر فنتيليشن، ولكن ما عملتش كده فعلي في الدم، وقلنا respiratory acidosis. لو CO2 pressure قل معانا يبقى ده معناه ان اللنج اتخلصت منه بزيادة، وده الكالوزس. استعرضنا الفيديو اللي فات اسباب كل ايرور، والريشو تتغير ازاي، وازاي يحصل كومبنسيشن. في البداية بما ان احنا هنحل مسائل النهاردة لازم نعرف نورمال فاليوز. السي او 2 بريشر 40 مليمتر ميركوري ارتيريال، ال HCO3 من 22 إلى 26 ملي إكويفلنت بير لتر. الدياجرام اللي باين قدامكم هو الخريطة اللي على أساسها هفكر وأنا بحل المسائل. إزاي أشخص acid base disturbance؟ ال pH لو أقل من 7.4 يبقى دي حالة أسيدوزس. يبقى أنا أول حاجة أبص على الـ pH، تاني حاجة أبص على الـ CO2 pressure، لو لقيته عالي تبقى دي respiratory acidosis، ده بمنتهى البساطة. طب لو لقيت الـ bicarb هو اللي قليل يبقى المشكلة metabolic acidosis. خلي بالك دي نقطة مهمة قوي، في الكيس هنجيب لك كلو أو مفتاح للحالة، يعني هجيب لك أحد أسباب respiratory acidosis، وتلاقي وتشوف الـ pH بتاعه قليلة، تبص على الـ CO2. هنتدرب على الكلام ده دلوقتي. طيب لو الـ pH أكتر من 7.4 يبقى الكالوزس. طب respiratory ولا metabolic؟ إذا قل الـ CO2 pressure respiratory، إذا زاد الـ bicarb metabolic alkalosis. عايز أقول معلومة مهمة قوي، وده استكمالا للفيديو اللي فات. الـ CO2 أنت قلت ممكن يزيد كمشكلة كإيرور، أو يزيد ككوركشن لمشكلة، بيصلح إيرور حصل. طب أنا أعرف إزاي؟ أقول لك حاجة بمنتهى البساطة، لو الـ CO2 زاد
كوركشن. ده معناه ايه؟ ان المشكله مش ريسبيراتوري، المشكله عندي ميتابوليك، فانا زدت علشان اعوض الزياده بتاعت الباي كارب. فاكر لما قلنا الفيديو اللي فات كومبنسيشن معنى الاتنين هيتغيروا زي بعض، سواء الصوديوم باي كارب او الباي كارب كونسنتريشن والسي او 2 بريشر، ينزيد مع بعض ينقل مع بعض عشان الريشيو تبقى ثابته. ده اسمه كومبنسيشن. فما تتلخبطش تقول لي السي او 2 زاد مش عارف اشخص، يا ترى ريسبيراتوري اسيدوزيس ولا زاد عشان يبقى كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزيس. هقول لك بمنتهى البساطه، بص على البي اتش، لو لقيت البي اتش عاليه اعلى من 7.4 يبقى زياده السي او 2 عشان يعوض زياده البايكار. لانه لو كانت المشكله ريسبيراتوري والسي او 2 طبعا زايد، كان البي اتش هيقل مش هيزيد. النقط دي مهمه جدا تخلي بالك منها. طب نفس الفكره، طيب الباي كارب لقيته قليل، طب يا دكتور انا محتار، هل قل كايرور ولا قل عشان يعمل كوركشن؟ نفكر، لو الباي كارب قل كايرور ده معناه ان البي اتش اقل من 7.4، ده ميتابوليك اسيدوزس. السهم الاحمر بيعبر عن ايرور زي ما اتفقنا الفيديو اللي فات. طيب لو الباي كارب قل عشان يعمل تعويض، ده معناه ايه؟ ان السي او 2 قل نتيجه ريسبيراتوري الكالوزس. طب طالما الكالوزس البي اتش كان المفروض تكون عاليه، لا ده مش ريسبيراتوري الكالوزس، ده الباي كارب قل عشان يعمل ايه؟ يعوض نقص السي او 2، يبقى اسمها كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوزس. ده لو الباي كارب قل مع نقص السي او 2 بريشر. طب لو الباي كارب خلي بالك قل كايرور، كان المفروض يحصل ايه في السي او 2 بريشر؟ يتوازى معاه، يمشي معاه. يعني اللي انت عايز تقوله ايه يا دكتور؟ الباي كارب هيقل يبقى البي اتش قليل على طول، ده ايرور لو انت شاكك ان الباي كارب ده المشكله. طيب لو الباي كارب قل علشان يعوض نقص السي او 2 بريشر، لا يبقى البي اتش بتاعنا هتكون اعلى، يبقى الباي كارب يصلح ومش هو السبب. فاهم الفكره؟ ونفس فكره برضو السي او 2 بريشر. طيب الكومبنسيتد كيس، انا زيد انت زيد، طبعا دي حاله تعويض الريسبيراتوري اسيدوزس. طيب عايز اعوض ريسبيراتوري الكالوزس، سي او 2 بريشر قل لانه حصل طبعا هايبر فنتيليشن عالي، فقل الباي كارب كمان نتيجه الكيدني قللت الباي كارب ري ابزوربشن. الحاله الثالثه عايز اعوض ميتابوليك اسيدوزس، السهم الاحمر الايرور اهو، الباي كارب قل، السي او 2 بريشر قل كمان عشان يعمل كومبنسيشن. الحاله الرابعه كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزس، زاد الباي كارب كايرور، زاد السي او 2 بريشر عشان يعمل كومبنسيشن. طب انا استعرضت معاكم اربع حالات كومبنسيتد. طب يعني ايه ان كومبنسيتد؟ فكرتها ببساطه احد الطرفين اتغير، سواء زاد او قل، ولكن الطرف الاخر نورمال ما اتغيرش. يعني الاقي السي او 2 بريشر عالي اعلى من 40 مليمتر مركري 50، طب ابص على البايكارب الاقي 24، ايه ده؟ ده ما اتغيرش معايا، ده ما زادش معايا، يبقى ما عملش كومبنسيشن، يبقى ان كومبنسيتد.
بص بقى، uncompensated respiratory alkalosis. ال CO2 قل، ده الايرور. كان المفروض البايكارب يقل معايا، ما قلش، ده نورمال. يبقى برضو الحالة ما تعوضتش وما تصلحتش. طب التالتة uncompensated metabolic acidosis، سهم الاحمر الايرور اهو، البايكارب قل ولكن السي او 2 ما قلش معاه عشان يخلي الريشيو ثابته، ده بالعكس فضل طبيعي. الحاله الاخيره uncompensated metabolic alkalosis، البايكارب زاد كايرور والسي او 2 بريشر فضل نورمال ولم يتغير. نبدأ دلوقتي في الكيسز بتاعتنا. عندي النهاردة 7 حالات هقدمها لكم كطريقة تفكير لكل اللي احنا قلناه. patient admitted للهوسبيتال، جه المستشفى وبنحضره لبرين سيرجري، جراحة مخ. كان anxious وخايف من العملية، ابتدى يعمل هايبر فنتيليشن، ابتدى ينهج وبقى ديزي دايخ، فقد وعيه لوز كونشسنس، وسحبنا له ارتيريال بلاد جازز. طبعا ارتيريال بلاد جازز دي بتتسحب في الرعايه، بندخل السرنجه بيربنديكولار على الارتري ونسحب. لقينا البي اتش 7.57. تعالى بقى نترجم على اساس اللي احنا شرحناه. بي اتش دي نورمال؟ تقول لي لا دي عاليه. نورمال بي اتش 7.4، يبقى ده عنده ايه؟ الكالوزس. يبقى دي النقطة الأولى، عاوز أعرف ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. أبص على السي أو 2 بريشر 26، إيه ده؟ السي أو 2 بريشر قليل، ده النورمال بتاعه 40، قليل. طب بص بقى، أبص على الباي كارب ألاقيه 24، ايه ده؟ البايكارب لم يتغير. فاكر لما قلت لك احد الاطراف يتغير والاخر نورمال؟ طب السي او 2 بريشر قليل، تستنتج من ده ايه؟ دي ماشيه مع كلمه الهايبر فنتيليش، قعدت انهج فتخلصت من سي او 2، عملت له ووش اوت. يبقى مين الملام؟ ريسبيراتوري. تبقى الحاله ريسبيراتوري الكالوزس لان البي اتش عاليه. طيب كومبنسيتد؟ الاجابه لا، uncompensated respiratory alkalosis. فالاجابه هتكون رقم 3، فخليناها باللون الاحمر، هي دي الاجابه عندنا. طب امتى كنت اقول compensated؟ لو ال HCO3 مثلا لقيته 20، اقل من العادي، يبقى الكدني ابتدت تشتغل وتقلل الباي كارب ري ابزوربشن، لكن ده ما حصلش. نفس الكلام اللي انا قلته لك في بداية الفيديو، الكيس مبنية على حاجتين، مبنية على كوز للحالة ممكن استنتجه طبعا كشكل مبدئي، ومبنية على 3 ارقام، بي اتش، سي او 2 بريشر، باي كاربونيت. نيجي للحالة التانية، patient recover from surgery، طبعا اتعمل له جراحة بعد التخدير، خلاص مرحلة النقاهة، لكن كان صعب نصحيه 2 ساعة بعد العملية. النيرس ادت له مورفين لان العيان كان بيشتكي من بين، ألم شديد بعد الجراحة. طيب خلي بالك مورفين، افكر انا قلت ان المورفين قد يسبب respiratory center depression، يوقف مركز التنفس وبالتالي CO2 هيفضل يعلى. طب نشوف الكلام ده، لما لقينا البيشنت respiratory rate 7 في الدقيقة، تعال نستنتج النورمال respiratory rate زي ما شرحنا في فيديوهات الrespiration من 12 ل 16 بير مينت. ايه ده؟ 7 قليل قوي، يعني معنى كده ان فيه هايبو فنتيليشن. طبعا
بص معايا بقى على البي اتش 7.15، ده اسيدوزس، ده بي اتش قليلة جدا. طب دي أول حاجة. طب ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ لما جيت بصيت على السي او 2 بريشر 68، ده عالي، ضغط السي او 2 عالي في الدم، اللنج ما قدرتش تتخلص منه. طيب الباي كارب لقيته طبيعي برضو، ايه ده؟ يعني المفروض لما السي او 2 يعلى الباي كارب يزيد عشان يعمل له كومبنسيشن. يبقى مبدئيا الحاله دي حاله اسيدوزس و ريسبيراتوري اسيدوزس، واللي قال لي على كده حاجتين: المورفين، الهايبوفنتيليشن اللي باينه في الريسبيراتوري ريت القليل. طيب تبقى الاجابه ان كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزس، ويبقى الاجابه الصح رقم 4، نلونها باللون الاحمر. طريقة التفكير اللي احنا بنيناها الفيديو اللي فات والنهاردة بنطبقها في شكل كيسز. الحالة التالتة: 50 year old insulin dependent diabetic woman، ست عندها مرض السكر، was brought to the emergency room، دخلناها غرفة رعاية مركزة by ambulance، كانت semi comatosed يعني قربت تفقد وعيها، وكانت عيانة أيام قبل كده. لما سحبنا عينة دم lab results جلوكوز عالي قوي 515 ملي جرام برسنت، طبعا ده عالي جدا. خلي بالك اليورين كيتونز عالية، هنا بقى نخلي بالنا من الكيتون بادز. كلنا عارفين مريض الديابيتك مش قادر يستفيد من الجلوكوز لان الانسولين قليل، فبيحرق فات، يكون فاتي اسيد ببيتا اوكسيديشن، يعمل اسيتايل كو اي، هو في النهايه هيكون كيتو اسيدز، اسيتو اسيتيك وبيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد. طب تعالى بقى نشوف، لما عملنا ارتيريال بلاد جازس غازات الدم لقينا البي اتش 7.41، ده قليلة لأن الطبيعي 7.45. طيب هشك أسيدوزس، ودي ماشية مع اللي ذكرناه اندوكراين ورينال، لأن الديابيتس هو أشهر سبب يعمل ميتابوليك أسيدوزس. طب عايز أتأكد من الكلام ده، أبص على السي او 2 بريشر ألاقي إيه؟ 32. هنا بقى لا يمكن اقول ان العيب ريسبيراتوري. ليه؟ لاني لو العيب ريسبيراتوري كان المفروض يزيد السي او 2 ويبقى ريسبيراتوري اسيدوزس. لا، السي او 2 ما زادش، قل عن الطبيعي، طبيعي 40. الباي كارب 18، النورمال 24. ايه ده؟ ده الباي كارب قل كايرور، يبقى الحاله ميتابوليك اسيدوزس. طيب عايز اعرف كومبنسيتد ولا لا؟ مش البايكارب قل، السي او 2 بريشر قل هو كمان عشان يخلي الريشيو ثابته، يبقى انا تشخيصي كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزس، الاجابه الثالثه هي الصح اللون الاحمر. شفت طريقة التفكير، انت بتعمل زي مفتش مباحث بتدور على المتهم فين بأدلة، أدلة من السيمتومز شكوى العيان، أدلة من البي اتش سي او 2 بريشر وباي كاربونيت. ما زلنا في الكيس دي، بس المرة دي هسألك على انايون جاب، عايز احط الانايون جاب اللي انا درستها مع الميتابوليك اسيدوزس في شكل كيس. نفس الحاله، الصوديوم 145 ملي اكويفالنت بير لتر، سحبنا عين الدم عايزين نشوف الالكترولايتس قد ايه، ده الصوديوم والبوتاسيوم 4.5، بايكارب 18،
كلورايد 110. عايز افكرك بالانايون جاب. انايون جاب معناها ايه؟ هجمع البوزيتيف ايونز ماينس النيجاتيف ايون، هيطلع فرق. الفرق ده سببه ايونز ما بتتقاس، نيجاتيف ايونز اسمها انايونز. فاكر كانوا خمسة: لاكتيت، صلفيت، ستريت، بروتين، فوسفيت، والستة كمان كيتو اسيدز. هم دول اللي عملوا الفرق. طب انا بقول لك كومنت اون انايون جاب، نعمل ايه؟ اهو صوديوم بلس بوتاسيوم حطيتهم بين قوسين وجمعته 149.5 تقريبا 150، ماينس كلورايد زائد باي كارب 110 زائد 18 128. الفرق طلع 22 ملي اكويفالنت بير ليتر. يا ترى الفرق ده نورمال ولا عالي؟ تقول لي النورمال من 8 الى 16، درسناها الفيديو اللي فات. يا دكتور الانايون جاب عالي. افتكر معايا بقى المحاضرة اللي فاتت رقم 13، قلت لك امتى يعلى الفرق؟ هو البايكارب قل لكن الكلورايد ما زادش علشان يعوض نقص البايكارب. فضل الكلورايد زي ما هو 110، والبايكارب قل عن 24 اللي هو الافرج بتاعه، شيء طبيعي. يبقى قيمة النيجاتيف ايونز في المجموع بتوين براكتس هتقل عن البوزيتيف ايون، فالفرق يزيد. حتى انا سميتها وقتها اسم مهم جدا: نورمو كوليراميك اسيدوزس. الكلورايد كونسنتريشن لم يتغير والحالة اسيدوزس. عشان كده لو جه سألك في الامتحان ايه الدياجنوزس بتاعك، تقول له بمنتهى القوة كومبنسيتد. وعرفنا ليه في الحالة الاتنين قالوا بايكارب كايرور والسي او 2 بريشر ككوركشن، ميتابوليك اسيدوزس، وتأكدنا بالبي اتش والكوز دايابيتك، ويز هاي انايون جاب اعلى من 8 ل 16 اللي هي نورمو كوليراميك اسيدوزس. خلي بالك انا ممكن اجيب لك حاله تانية بس تبقى هايبر كوليراميك اسيدوزس ومعاها نورمال انايون جاب. لو تفتكر معايا الفيديو اللي فات انا قلت لك ان من ضمن الاسباب اللي يزيد فيها الانايون جاب ديابيتس. فاكر قلنا كيتو اسيدز زادت ديابيتس وستارفيشن. يبقى اللي انا بقوله بكرره كل مره في كل كيس: احط سبب لحاله مع بي اتش سي او 2 بريشر وباي كربونيت. الحاله الرابعه: 2 year old child اتنقل المستشفى، مشخصينه respiratory distress syndrome، مش قادر ياخد نفسه. ال pH 7.36، ها رأيك ايه؟ نورمال ولا قليل؟ تقولي قليل، دي حالة acidosis. ارجع تاني وافكر: metabolic ولا respiratory؟ لو جيت بصيت على البايكارب هلاقيه 36. ايه ده 36؟ ده عالي، ده هو من 22 ل 26 عالي. لو كانت المشكلة في البايكارب، الايرور عنده مش البايكارب ذات، كان المفروض ان البي اتش يزيد عشان اقول حالة ميتابوليك الكالوزس. خلي بالك، لكن انا لقيت لا، البي اتش قليل. يبقى البايكارب بتاعنا ده حصل ايه؟ هو زاد عشان يعوض زيادة السي او 2. ما هو الشطارة في كل كيس تعرف الايرور فين والطرف الاخر اتغير زيه، يبقى كومبنسيتد. فضل ثابت يبقى ان كومبنسيتد، يبقى الحالة عندي ريسبيراتوري اسيدوزس. طيب هل يا ترى كومبنسيتد ولا لا؟ تقول لي طبعا اه،
البايكارب زاد. فالإجابة الصح رقم 3، وخليناها باللون الأحمر، compensated respiratory acidosis. طيب الحالة الخامسة، 45 year old man اتنقل للمستشفى، عنده مشكلة vomiting باستمرار، قيء مستمر، الاكزامينيشن بين dehydration جفاف and shallow respiration نفسه ضحل جدا مش قادر ياخد نفسه بعمق. طيب اول ما اقرا vomiting افتكر الفيديو اللي فات، في نوعين من الفوميتنج، يا vomiting of gastric juice ده رجع اللي في معدتي بفقد HCl يبقى دي ميتابوليك الكالوزس، يا اما vomiting لانتستينال كونتنت انا بفقد صوديوم بايكارب يبقى بالعكس الاسد عندي زاد تبقى حاله ميتابوليك اسيدوزس. نمشي مع بعض في التفكير واحده واحده. البي اتش 7.56 تقولي ده عالي، النورمال بي اتش بتاعتنا 7.4 ده الكالوزس. طيب ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ لو بصيت على السي او 2 بريشر هتلاقيه 54، سي او 2 بريشر عالي عالي. طيب لو انا فكرت ان المشكله ريسبيراتوري والسي او 2 عالي في الدم كان المفروض يحصل ايه؟ تقول لي اسيدوزس، كان المفروض البي اتش تقل ما تزيدش، يبقى اذا السي او 2 ليس المتهم، المتهم هو البايكارب. بصيت على البايكارب لقيته زاد 45، ده النورمال 22 ل 26، يبقى البايكارب زاد، يبقى هنا ماشيه الحاله ميتابوليك الكالوزس. دي طريقه التفكير. طب كومبنسيتد ولا لا؟ هلاقي السي او 2 زاد عشان يعوض زياده البايكارب. السي او 2 النورمال بتاعه في الارتيريال بلاد 40 ب 54، يبقى الحاله compensated metabolic alkalosis. طيب نيجي للحالة الستة، ميري 54 سنة بتشتكي من acute myocardial infarction وهي دلوقتي في cardiogenic shock. لما جينا سحبنا arterial blood gases لقينا ال pH 7.27، ها افكر في ايه؟ اسيدوزس، يا ترى ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ لما بصيت على السي او 2 بريشر لقيته قليل 38، قليل عن العادي، العادي 40. الله، يبقى اذا لا، الحاله دي مش ريسبيراتوري اسيدوزس، لان لو كانت المشكله ريسبيراتوري كان السي او 2 في الدم زاد عن 40. لا، أبص على البايكارب ألاقيه 14. إيه ده؟ ده البايكارب قل قوي، البايكارب قل، يبقى إذن الحالة دي ميتابوليك أسيدوزس. النورمال بايكارب 22 ل 26، طول الفيديو بكرر لك النورمال عشان ما تنساهوش، والسي او 2 قل علشان يعوض. طب هسميها إيه؟ كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزس. طبعا لو انت عايز تتكلم صراحة، السي او 2 بريشر المفروض النورمال 40، 38 ما قلش قوي، لمستوى طلبة الاندر جراديوت احنا بنبني فكرة، بس لازم تعرف ان اي فاريشن لما اقول قل يقل 10% عن العادي، تدي قل يعني هو 40 يقل 10% يعني يقل 4، يبقى 36 او فيما اقل هقول عليها ابتدى يقل، بس احنا بنحط ارقام بفكره مبدئيه للتعليم عشان نفهم احنا بنتكلم ازاي. الكيس السابعه والاخير، انفنت 3 اسابيع عمره اتنقل للامرجنسي روم، الام قالت ان البيبي ده كان بيعيط مش قادره ترضعه، difficult to breastfeed
وعنده ديارية إسهال آخر 4 أيام، ده شكوى الأم، عنده ديارية. ارجع معايا للفيديو رقم 13، إسهال، يبقى أنا بفقد صوديوم باي كربونيت، أفكر على طول في دماغي ميتابوليك أسيدوزس، ولكن فكرتي عايزة تتأكد بالأرقام. الإنفانت ريسبيراتوري ريت لقيناه إليفيتد، في إليفيشن، معناها بيتنفس بشكل كبير جدا، كأن عنده هايبر فنتيليشن. عنده هايبر فنتيليشن. بص نركب بقى الأحداث. هايبر فنتيليشن معناه ان السي او 2 بريشر المفروض ان هو يقل. هتقول لي طب ما هو السي او 2 بريشر هيقل، معاك. طب مش الهايبر فنتيليشن تعمل الكالوزس؟ تقول لي طبعا، يعني المفروض ان البي اتش يعلى لو انا شاكك في الريسبيراتوري، بس البي اتش في الحاله دي كانت قليله 7.37، دي اقل من 7.4، يعني ما اقدرش اقول الحاله ريسبيراتوري الكالوزس. يا لانج انت مش متهمه. نبص على البايكارب نلاقيه 17. ايه ده؟ ده النورمال من 22 الى 26، يعني البايكارب ككونسنتريشن قل عن الطبيعي. قل عن الطبيعي، واجي اربط الكلمه دي مع كلمه دايارية، يبقى الحاله ميتابوليك اسيدوزس، ما هو البي اتش قليل. طيب يا ترى كومبنسيتد ولا لا؟ هلاقي السي او 2 بريشر ده قل بجد، ده 29، ده قل عن العادي، العادي 40، فالسي او 2 قل تو كومبنسيت نقص الباي كارب، يبقى الحاله كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزس، والاختيار الصح هو الاجابه رقم 3. في نهايه هذا الفيديو عاوز افكرك بالفكره الاساسيه اللي على اساسها هتحل مسائل اسيد بيز ديستربنس. بص على البي اتش اولا، لقيته قليل، بص على السي او 2 بريشر، اذا لقيت السي او 2 قليل هو كمان يبقى المشكله مش ريسبيراتوري، خلاص هو المشكله ميتابوليك. طب لو بصيت على البي اتش ولقيته عالي، تمام، ولقيت السي او 2 عالي، الله، الحاله دي الكالوزس، برضو اللنج مش هي المشكله. لو كانت هي المشكله ريسبيراتوري الكالوزس كان السي او 2 قل. قاعده اساسيه، كومبنسيشن يساوي يا الاثنين زادوا مع بعض باي كارب وسي او 2 بريشر، يا الاثنين قلوا مع بعض. ان كومبنسيتد، واحد قل التاني نورمال، واحد زاد التاني نورمال. خلي بالك لازم تراجع الكوزس اوف ريسبيراتوري اسيدوزس والكالوزس وميتابوليك اسيدوزس والكالوزس، لان الكوز اللي هيتحط جوه الكيس حط عليه خط وابتدي ترجم الكلام. ده مهم جدا، زي الكتب الاجنبيه كلها بتعمل كده، لازم كل كلمه انا بحطها لك في الكيس تقدر تو انتربريت، اترجم اتحطت ليه، وابتدي ااكد بالارتيريال بلاد جازز. الانايون جاب امتى تبقى نورمال؟ انايون جاب معناها زاد الكلورايد عشان يعوض نقص الباي كربونيت. وطب ايه الاسباب؟ شرحناها الفيديو اللي فات، امتى يقل الباي كارب؟ يبقى هو هايبر كلوريميك اسيدوزس. طيب لو زاد الانايون جاب زي ما شرحنا في الكيس الثالثه بتاعت الديابيتس، ده معناه ان الكلورايد فضل ثابت ولكن الباي كارب بيقل معاك، فدي مهمه جدا. عاده اذا جبنا حاله ميتابوليك اسيدوزس نحط معاها كمان انايون جاب كابليكيشن على اللي انت اخدته في الفيديو اللي فات. في النهايه اتمنى تكون محاضره مفيده، ولازم تتدربوا اكتر
في حل الكيسز كان معاكم دكتور محمد فايز.